السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة الخاصة باحتراف نظام الاشتغال المسمى بـ FreeBSD. FreeBSD يعد من أقدم أنظمة الاشتغال الموجودة على الإطلاق، فهو أقدم من لينكس نفسه، ويعد من أنظمة الاشتغال لينكس الأولى المبرمجة في العالم. FreeBSD فالاسم يتكون من قسمين فري و بي اس دي. ففري تعني الحر، و بي اس دي تعني بيركلي سوفتوير ديستريبيوشن، بي اس دي ويكي. فهو احد انظمة الاشتغال المطور بجامعة بيركلي في كاليفورنيا منذ الثمانينيات. ففري بي اس دي يعد من اقوى انظمة الاشتغال على الخوادم، فكما قلت فهو اقدم من لينكس. وهذا هو اللوغو المميز لنظام فري بي اس دي. فبي اس دي فهي تجميع من برمجيات الخاصة بجامعة بيركلي، تحتوي على انوية لأنظمة الاشتغال وتطبيقات. مثلا نكتب نت بي اس دي، فنت بي اس دي هو أحد الأنظمة الأخرى المشتقة من برمجيات جامعة بيركلي. فنت بي اس دي هو شبيه إلى حد ما فري بي اس دي، الا ان اهداف مشروع نت بي اس دي فهي مخالفة. فنت بي اس دي يشتغل بعدد على عدد هائل من العتاد. مثلا نبحث عن نت بي اس دي ميبس، فنت بي اس دي يشتغل على اكثر من 20 معمارية كالميبس ومعمارية HP وSpark. كما تلاحظون هنا، هذه لائحة المعماريات التي يشتغل عليها نظام نت بي اس دي، وهو شبيه إلى حد ما بنظام فري بي اس دي. فإذا كنتم تتقنون فري بي اس دي تستطيعون المرور على نت بي اس دي بكل سهولة. هناك نظام آخر من أنظمة البي اس دي المسمى بأوبن بي اس دي. فأوبن بي اس دي هو احد الانظمة المشتقة من نت بي اس دي، الا ان اوبن بي اس دي فهو يركز على الحماية. فهو تقريبا يعد من اكثر انظمة الاشتغال توفيرا للحماية في العالم، ويحتوي على فايرويل رائع المسمى ب PF. PF هو من اقوى الفايرويلات الموجودة اليوم. فأوبن بي اس دي يستخدم غالبا كفايرويل لحماية التطبيقات والشبكات. هناك أيضا أحد الفروع من فري بي اس دي المسمى ب دراغون فلاي بي اس دي. فدراغون فلاي بي اس دي هو احد الانظمة المشتقة من فري بي اس دي. فدراغون فلاي بي اس دي هو عبارة عن مختبر لتجارب الاشياء الجديدة. ففري بي اس دي يحتوي فقط على الاشياء ستابل. في هذه السلسلة الجديدة سنتعلم كيفية تنصيب نظام فري بي اس دي واستخدامه كخادم لتطبيقات الويب وخادم للملفات. عموما فإن هذه السلسلة فهي تتمركز حول نظام فري بي اس دي، وكيف يمكن أن تحترفوا
استخدام وإدارة هذا النظام. هنا تضغطون على Obtenir FreeBSD وهنا تختارون المعمارية. إذا كنتم تريدون تنصيبه على أعلى من 64 بيت تختارون AMD 64 بيت. أما إذا كنتم تتوفرون على آلة قديمة وتريدون تجربة نظام FreeBSD عليها تختارون i386. FreeBSD يشتغل على الآلات القديمة والحديثة ولا يستهلك الكثير من الذاكرة. هنا تضغطون على ISO وتقومون بتحميل ما يناسبكم. هنا النسخة الكلية من FreeBSD النسخة 10.2 ولها حجم 2 جيجا. وأنصحكم فقط بتحميل FreeBSD ديسك 1 أو القرص الأول فهو يحتوي فقط على 690 ميجا. إلا أن هذه النسخة فهي لا تحتوي على التطبيقات كالخوادم والبرمجيات، فهي فقط تحتوي على نواة النظام والقاعدة الأساسية لكي يشتغل النظام، وهي جيدة جدا للخوادم لأن الخادم يجب أن يحتوي على أقل عدد ممكن من التطبيقات. في هذا الدرس الخاص بتنصيب وإعداد نظام FreeBSD سنقوم بتنصيبه على الآلة الافتراضية المسماة بـ VirtualBox. فVirtualBox يتواجد على نظام اللينكس والويندوز والماك. هنا تقومون بتحميل VirtualBox الخاص بنظام الاشتغال لديكم وبعد التنصيب تقومون بإطلاق VirtualBox. إذا كنتم كسالى بعض الشيء تستطيعون تحميل صورة FreeBSD جاهزة وخاصة ب VirtualBox. تبحثون فقط عن إيماج FreeBSD الخاصة ب VirtualBox. بعد التحميل تقومون بإطلاقها داخل الآلة الافتراضية. أتوفر أصلا على آلة خاصة بFreeBSD وسنعيد فقط تلك المراحل خطوة خطوة. الآن سنقوم بإضافة آلة جديدة نسميها FreeBSD for Tutorial. نوع النظام هنا فهو ليس لينكس ولكن BSD. وهنا كما قلت لكم تختارون أي فرع من أنظمة البيستي فهو بيستي 64 بيت. نختار جيجا في الذاكرة ونختار قرص صلب بسعة 20 جيجا. ففري بيستي يأخذ فقط جيجا واحد لتنصيبه. الآن نضغط على Configuration ونذهب إلى Storage. هنا نضيف الإيزو الخاص ب FreeBSD ومن ثم نضغط على Démarrer. Échec de l'ouverture de session. F1. سأقوم بتغيير FreeBSD من النسخة 64 بيت إلى نسخة 32 بيت.
كما تلاحظون فنواة الفري بي اس دي تقوم بالإقلاع وتفقد الهاردوير. فالنواة هو هذا الشيء المكتوب بالأبيض الناصع. أما هذه الأشياء الرمادية فهي مجرد سكريبتات. الآن نضغط على انستال، يبحث عن الكيماب، فالكيماب الذي سأختاره هو فرنش أو الملمس الفرنسي. سنقوم بتجربة هذا الملمس، فهو يشتغل. سلكت، نجربه مرة أخرى ونخرج. الآن نظام الفري بي اس دي يطلب منا إعطاء اسم لهذه الآلة، سأسميه فري بي اس دي توتوريال هكذا. الآن يطلب منا اختيار الأشياء التي سيتم تنصيبها. سنقوم بحذف الجيمز ونترك البورتس، فالبورتس هي ملفات تعرف التطبيقات الخارجية. فالبورتس في فري بي اس دي هي ما يكافئ ابتجيت في الأوبونتو. جيدد، سنختار كل القرص، نضغط على فينيش كوميت. فتنصيب فري بي اس دي فهو سهل للغاية، يقوم فقط بفتح الأرشيف وإضافة النواة داخل مجلد، ومن ثم كتابة الإقلاع إلى الديسك. يمكن أيضا القيام بهذه العمليات بطريقة يدوية. الآن سننتظر بعض الشيء إلى حين انتهاء تنصيب فري بي اس دي. كما قلت لكم يمكن هنا تحميل صورة لفري بي اس دي جاهزة على الفيرتشوال بوكس. هنا نكتب فري بي اس دي مثلا فيس لينكس. هنا ما يسمى بالمان باج او المانيوال الخاص بنظام فري بي اس دي، وهو متوفر بالعديد من اللغات. هذا احد الاشخاص المسؤولين عن فري بي اس دي المسمى بغريغوري. كما يقولون هنا فنظام فري بي اس دي فهو نظام حقيقي للينكس. سأترك لكم الفرصة لتفقد الوثائق الخاصة بفري بي اس دي. فالدوكيومنتاسيون فهي متوفرة بالعديد من اللغات، مثلا الألمانية والإنجليزية. فالدوكيومنتاسيون بالإنجليزية هي الدوكيومنتاسيون الكاملة. أما الترجمات فقد لا تتوفر على بعض المقاطع نظرا لضعف الترجمة. هنا نضغط على دوكيومنتاسيون والهاندل بوك، وهو كتاب الجيب الخاص بنظام فري بيست. هذا الكتاب يحتوي تقريبا على كل شيء من التنصيب إلى إعداد التطبيقات وإضافة خادم إكس الخاص بالواجهات. فنظام فري بي اس دي لا يتوفر على واجهة كالأوبونتو باغ ديفو، حيث يمكن تنصيب قاعدة النظام ومن ثم إضافة خادم إكس وإضافة
الواجهة التي الواجهة الأنسب لكم. مثلا اكس اكس اف سي او اكس اف سي او فري بي اس دي. اي ان الفري بي اس دي يمكن اضافه واجهه الاكس اف سي او، واجهه جنوم، واجهه اليكس دي او، واجهه او واجهه اف اف ام. أي أن كل الواجهات التي تشتغل على خادم إكس يمكن تشغيلها على نظام FreeBSD. مثلا LXDE هنا نلاحظ أن تنصيب نظام FreeBSD قد انتهى. هنا يطلب منا كلمة المرور الخاصة بالروت. سأضع 1 2 3 1 2 3. يطلب مني إذا كنت أريد إعداد واجهة الشبكة. لن أقوم بهذا الأمر. سنقوم بإعداد الوقت، فهي أفريقيا. هنا نترك SSHD لتشغيل خادم SSH. هنا يطلب مني إذا كنت أريد إضافة أحد المستخدمين للنظام. سأضغط على Yes وسأسميه M الفجر. عفوا الفجر. كلمة المرور هي أيضا 1 2 3 1 2 3. هنا يطلب مني إذا كنت أريد إيقاف هذا الحساب بعد إنشائه. أكتب لا. هل هذه المعلومات صحيحة؟ نعم. يطلب مني إذا كنت أريد إضافة مستخدم آخر؟ لا. الآن نخرج ونعيد تشغيل الخادم. هنا نقوم فقط ب حذف القرص الافتراضي. كما ستلاحظون فهو سريع للغاية من حيث الإقلاع ولا يستهلك الكثير من الذاكرة. نكتب روت وكلمة المرور هي 1 2 3. الآن مرحبا بكم في الشيل الخاص بنظام الفري بي اس دي. أول شيء نقوم به هو تنصيب باش. ففري بي اس دي باغ ديفو لا يتوفر على باش. نقوم بباكاج انستال باش. Yes. سيقوم بما يكافئ apt-get update. إلا أن المشكل هنا فهو مشكل خاص بالشبكة. نقوم بتغيير الإعداد إلى أكسي باربون. أي أن النظام الافتراضي فهو جسر إلى واجهة الوايرلس هكذا. و هنا عفوا هنا نتفقد واجهة الشبكة بإف كونفيغ ونقوم فقط ب TH client M0.
داش كلاينت ام 0. سيقوم الـ DHCP بإعطاء أدريس IP للآلة الافتراضية ومن ثم الولوج إلى الإنترنت. هل قمت بالأمر الصحيح؟ أكسي باردون. كما تلاحظون فلقد أخذت الآلة الافتراضية أدريس IP من خادم الـ DHCP. نتفقد الأدريس فهي 17. نقوم بالبينج لواحد واحد فهو يشتغل. الآن ما علينا سوى إعادة تعليمات باكاج انستال باش. الآن ففري بي اس دي يقوم بتحديث لائحة الباكيج من الخادم. أن نضغط على يس فالباكيج الخاص بباش فهو 9 ميجا. جيد جدا. الآن قمنا بتنصيب باش فباش فهو موجود بيوزر لوكال بين باش وليس كالأوبونتو سلاش بين سلاش باش. الآن نقوم أيضا بتنصيب تطبيق المسمى بسودو لأن FreeBSD لا يتوفر على سودو ليس كالأوبونتو. انستال سودو. الآن ندخل إلى تعليمات في سودو. قبل القيام بهذا الأمر سنقوم بإضافة مستخدم صحيح. يوزر نيم فهو إفاجير. وكلمة المرور هي 123 هكذا 123. ناو يس ناو. الآن نرجع إلى تعليمات في سودو لإعطاء اليوزر مفاجير صلاحية الروت. ام إفاجير هكذا ونضغط على الرايت. الآن سنقوم بالدخول لهذا الخادم انطلاقا من SSH في لينكس. نقوم بالبينج على الادرس IP الخاصة ب FreeBSD. الان SSH من إفاجير و الادرس IP الخاصة ب FreeBSD 123 كما تلاحظون فهي تشتغل. نقوم ب CHSH وهي تعني تشانج شيل ونغير الشيل الى يوزر لوكال بين باش هكذا. نكتب كلمة المرور. الان عند الدخول مرة اخرى
فإننا سنحصل على باش. الآن فإن نظام FreeBSD أصبح جاهزا للاستخدام. فهو FreeBSD النسخة 9.3. لتنصيب التطبيقات تقومون بباكاج انستال ونيم. وهناك أيضا طريقة أخرى للتنصيب وهي عن طريق البور. فالبور هي عبارة عن ميك فايل تحتوي على المكان الذي يتم تحميل الكود سورس الخاص بالتطبيق ومن ثم تنصيبه. في الدروس القادمة إن شاء الله سنقوم باستغلال FreeBSD لتنصيب خادم جينكس. فخادم جينكس فهو موجود داخل الكوليكشن www. هناك ما يزيد عن 2200 تطبيق داخل مجلد www. كما تلاحظون ندخل على انجينكس، فهي 200 كيلو عبارة عن ميك فايل. فهذا الميك فايل يحتوي على الاوبشن الخاصة بالكومبايل والادغس اي بي التي يتم تحميل باكيج الانجينكس منها. نكتب ميك كونفيج هناك احد المشاكل البسيطة. باكاج انستال كما تلاحظون فهو الان يقوم بتحميل الكود سورس الخاص بالانجينكس ومن ثم القيام بعملية الكومبايل والتنصيب. كما تلاحظون الآن فهو سيقوم بتحميل مكتبة SRE لأنه لا يتوفر على هذه المكتبة. الآن بدأت عملية الكومبايل الخاصة بجينكس. هو الآن يقوم بتحميل مكتبة PCRE لتنصيب انجينكس. لما لا نوقف هذا الشيء ونقوم فقط بباكيج انستال انجينكس، فهي الأسهل نظرا لأن الكومبايل من البورتس تأخذ الكثير من الوقت وتقوم بتحميل العديد من المكتبات الأخرى. فهي ليست جيدة لربح الوقت. الآن انتهينا من تنصيب جينكس. ندخل على الأدرس اي بي الخاصة بخادم FreeBSD ونلاحظ أن تطبيق جينكس فهو يشتغل. في الدرس الثاني سنتعرف إلى كيفية إعداد خادم جينكس على نظام FreeBSD. آمل أن تعجبكم هذه الخطوة الأولى نحو احتراف نظام الاشتغال FreeBSD. وإلى اللقاء في الدرس الثاني الخاص بتنصيب وإعداد خادم جينكس على نظام اشتغال FreeBSD، وشكرا.